ما هي الأعمال التي تفيد وتنفع الوالدين أحياء وأمواتا؟ أفيدونا في ذلك جزاكم الله كل خير. الأعمال التي تنفع الوالدين أحياء برهما والإحسان إليهما بالقول وبالفعل والقيام بما يحتاجان إليه من النفقة والسكنى وغير ذلك، والأنس والكلام الطيب وخدمتهما، هذا في حال الحياة، والإحسان إليهما بكل قول أو فعل، قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، خصوصا في حال كبرهما أو كبر أحدهما عنده، فإنه يجب على الولد أن يتلطف بهما وأن يرفق بهما وأن يحسن إليهما، كما قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيجب على الولد أن يبر بوالديه إذا كان على قيد الحياة بكل أنواع البر التي يستطيعها، ولا سيما عند بلوغهما الكبر أو بلوغ أحدهما الكبر والضعف واحتياجهما إلى الولد وخدمته ومعونته. أما بعد الوفاة فإنه يبقى من برهما أيضا الدعاء لهما والصدقة عنهما والحج والعمرة لهما وقضاء الديون التي عليهما إذا كان عليهما ديون وصلة الرحم المتعلقة بهما أيضا، وكذلك بر صديقهما لأن هذا الشيء يسرهما ويرتاحان منه. هذه الأمور تبقى من بر الوالدين بعد وفاتهما: الدعاء لهما والصدقة لهما والتقرب إلى الله تعالى بالحج أو العمرة عنهما، وكذلك الأضحية، ذبح الأضحية عنهما، وكذلك صلة الرحم المتعلقة بهما وبر أصدقائهما. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.